ولو ما فيش يركز بس يعني مجرد يسمع الكلام المهم بتاع الفورمز والكاباسيتيز هنا ناقص ايه؟ يعني مش هنقول بقى حسابات عملي خلاص العملي اتعمل والموضوع بقى عادي النهارده فكرة ايه يعني ايه هو النقط المهمه المطلوب منه بالنسبه للرب فوليومز طبعا في كذا فوليوم انتوا اكيد عارفينه بس انا اللي اركز على اول واحد التايتل فوليوم طبعا انا مش هعرفه الكلام بالتحديد ايه هو التايتل فوليوم هو الفوليوم هو ايه اكسباير اور اكسباير كلام عادي اللي هو النفس العادي اللي كان كده لا مش عايز انا عايز اسال سؤال تاني بقى هما ليه سموها تايلر دي هو بقى سبب الاسماء طيب اوعى ده انا عامله بقى صح تمام كانه اورال كويشنز يعني احنا النهارده الناس جايه عايزه تقول طب الجديد ايه طب الكلام ده سامعين الكلام ده اتقال ايه بقى الجديد اللي هنطلع بيه فكرة يا جماعة الأورال إيه بقى عشان الناس تبقى معايا، طبعاً النهاردة 19 مارس وده عمل تقريباً قدامه شهر ونص كتير قوي على آخر أربعة، طبعاً لسه جدوله ما نزلش. فكرة العمل مبنية على إيه؟ هديلك رسمة من اللي أنت شفتها الأسبوع اللي فات، هديلك رسمة الجراف العملية وهقول لك احسبها لي. فهتحسب لي طبعاً لو عارفين كده الهايت على السكويرز مضروبة في 30، الكلام ده بتاع الأسبوع اللي فات. السؤال بقى اللي هيحصل ايه؟ هيبقى في حوار بينك وبين الدكتور. الحوار اللي هيقوله لك ايه؟ ايه اللي انت بتحسبه ده؟ فانت هترد عليه وتقول له تايلر فوليوم. ركزوا معايا. ايه السؤال اللي هتبقى؟ ركزوا عشان الكلام اللي ليه سموها بقى تايلر؟ سموها ليه تايلر؟ يا جماعه في حاجه عندنا اسمها المد والجذب. ارتفاع الميه بيعلى مع المد وبيقل مع الجذب اللي هو الكلام الجغرافي بتاع زمان. ايه علاقه المد والجذب بالريسبيريشن؟ عايزكم تكتبوا الجمله دي ان ايه الريسبيريشن بنسميه مد بالعربي. على فكره هو دي الكلمه اللي عايزها بالعربي. يعني في كلام في الشفوي يبقى حوار بين اتنين. ايه هو يعمل الريسبيريشن؟ حضرتك هو المد. طب ايه هو الاكسبيريشن؟ مش الناس دي ولا لا؟ هو مين؟ هو الجذب. يعني الكلمه دي اللي هو عايزها اللي هو الطيب مد وجذب طالع ونازل. شايف الفكره؟ اكتبوا النقطه الثانيه بقى. هو التايدل فوليوم بنستفيد منه في الاكستشينج كله ده سؤال ايه؟ هل اول تايدل فوليوم يو يوز ان اكستشينج اه لا يلا لا لا صح. ليه بقى؟ التايلر فوليوم بيبقى كام مللي؟ 500. طلعوا ال 500 سهمين هنقسم ال 500 لجزئين 350 مللي من نفسك هو اللي هيحصل له اكستشينج. طب و 150 ديد سبيس. واول ما هتقول ديد سبيس السؤال اللي وراها وات از ديد سبيس؟ هو ديد سبيس في الاناتومي من فين لفين؟ من اول النوز صح لغايه الترنال بروكيولز. افرض نسيت الترنال بروكيولز والحاجات دي هتقول تيل بيفور ذا الفيولاي. هتكتبوا دي بقى اللي هي الكونداكتورز. ايوه ماشي. يعني انا عايز اقول ايه؟ لو انا نسيت افرض نسيت انهي بروكيولز مش في ترنال وفي سبايراتري ما اجيش انا اتوتر. هو من اول النوز لغايه ما قبل الالفيولاي لان الالفيولاي هي اللي هتعمل اكستشينج. في كده اي صوره فيسال طب هو الديد سبيس ايه فايدته؟ ايه الكوندكشن؟ بصوا انتوا عايزين دي الناس احنا اتفقنا ان النهارده هنعملها كانها تقسيمه. عارفين انا هسال ونجاوب مع بعض. ليه شويه ناس ثانيه قاعده بتفكر؟ لان الناس عماله تفكر ديد سبيس كعنوان. هو ديد سبيس بدا من ايه؟ مش من النص؟ كاني بقول لك فانكشن اوف ذا نوز. ايه يا فايدة سميل؟ سميل غير سميل فونيشن غير دي. النوز دي مش بيبقى فيها حاجه اسمها ماكروفيتش اللي بتعمل فيجوسايتوزس؟ يا جماعه دي الفورين بارتس. تكتبوا ايه فايده النوز؟ فايده النوز غير اللي انتوا قلتوه ده كله كله صح. تراب ذا فورين بارتس. عارفين ايه تراب؟ باخده واحبسه. عارفين بهضمه.
ان في هنا حاجه زي فيجوسايتوزس والماكروفيج، عارفين زي فكره النيوتروفيلز. في برضه عندنا خلايا معينه بتمسك الفورين بودي وتعمل له انجلف. يعني ايه انجلف؟ احوط عليه وامشي. في اي صعوبه؟ بصوا بقى السؤال اللي بعده، ركزوا بقى معايا، السؤال اللي بعده ده مهم جدا. تعرف حاجه اسمها مينيت فنتيليشن ولا لا؟ من اسمها يعني ايه مينيت فنتيليشن؟ يعني انا في دقيقه هتنفس قد ايه؟ صح؟ هو انا في النفس الواحد كنت يا جماعه باخد قد ايه؟ النفس الواحد يعني مش 500؟ اكتب على 500 ده تايدال فولوم. انا في النفس الواحد باخد 500 ملي اير. طب بتنفس كام مره في الدقيقه؟ ايه ده كام؟ اكتبوا دي. شايفين انا عملت الارقام فوق وتحتها كتبت الرمز، يعني كانك بتضرب تايدال فوليوم مش النفس الواحد في مين؟ ريسبيراتوري ريت 512 تقريبا 6000 مللي، صح؟ يعني 6 لتر، ولو ضربناها في 16 8 لتر، يعني من 6 ل 8 لتر. معاك معايا؟ انتوا شايفين الموضوع بيمشي ازاي؟ واحده واحده. انت بتحسب حاجه انا باخدها وببني عليها اسئله، واقول لك دول كام؟ تقول لي 500. طب كله اكس تشينج؟ قلت لا. وانا عايز اسالك في الديت سبيس فبتلكك. فاهمين الشعور ده؟ هدخلك في الديت سبيس، يعني هسالك في الديت سبيس. طب اسالك ازاي في الديت سبيس غير في حاجه ليها علاقه بالعملي؟ فاهمين قصدي ايه؟ فدخلك في دي واقول لك ايه فايده الديت سبيس، او ممكن ما اسالكش. فاهمين المبدا؟ احنا عايزين نتعود على الطريقه، لان انتوا اول مره هتمتحنوا اورال معانا احنا. دي معروفه. يعني في السنه الاولى اول شفوي واول كونتاكت بينه وبين دكاتره هيبقى مع اسم الفسيولوجي بترتيب الامتحانات. لان العمل بتاعنا هو اللي بيسمح بكده. فاهمين قصدي ايه؟ طبعا دي نقطه مهمه، دي رقم اثنين. لا دي فوائد ثانيه. اللارنس عارف هو الديب سبيس فايده النوز وفايده اللارنس. يعني دول فايدتين. كوندكشن وبيعمل مورنينج للاير، عارف النوز بتدفي الهواء اللي داخل، لو ساقع تبقى فيه ولو بارد يعني فاهم قصدي سخن تبرده وهكذا، يعني ليها فوائد. يلا اكتبوا لي يا جماعه رقم اثنين. زي ما اتفقنا عشان في ناس قاعده بصالح مطلوبه، انا ما بسالش حد. كالعاده. انا بسال نفسي وارد على نفسي، والناس اللي قاعده بينور ايه في الحوار؟ بتتفرج على ايه اللي ممكن يحصل؟ فاهم قصدي؟ انت قاعد ريلاكس، مفيش توتر، يا جماعه ما بنتحدش حد، لان انا عارف ان لسه الناس ما ذاكرتش قوي. يعني لسه الناس طبعا عندكم مواد كتيره وكل واحد داخل في كذا ماده بيذاكرها وممكن في حاجات بتتراكم، كنا طالبه وانا عارف الشعور ده. فانا داخل لا اسال احد، ريلاكس. انتوا معايا؟ عشان نكمل بلاش البصل فيها سهوله دي. انا قاعد بعمل الشغل لوحدي. اكتبوا بقى معايا رقم اثنين. احنا زي ما اتفقنا ده سيكشن النهارده اعتبروه هايلايتس. اضواء السيكشن اللي فات. يلا رقم اثنين بقى. يا جماعه هو كل الاير اكسبايرد، اكتبوا السؤال ده. Do we expire all the air؟ بمعنى الاكسبيريشن بتاعنا في العادي باسف ولا اكتف؟ باسف. حلو، بص ده سؤال يبقى هنا. العنوان بتاعنا اكسبيريشن. هتقول لي اكسبيريشن از باسف. ده انت اللي قلتها. هسألك سؤال وأقول لك إزاي. تقول لي ريلاكسيشن. ريلاكسيشن اوف انسبيراتوري ماسلز، صح؟ هو الاكسبيريشن ليه باسف؟ لأن العضلات بتاعت الاكسبيريشن في العادي ما بتشتغلش. مين اللي بيشتغل؟ الانسبيراتوري ماسلز هي اللي بترتاح. طالما بترتاح يبقى أنت دورك باسف، أنت سلبي، أنت بتعمل حاجة؟ السؤال اللي وراه مش أنت قلت لي باسف؟ هسألك هقول لك إيه؟ امتى الاكسبيريشن يبقى ايه؟ بوزيتيف. اكتف. يلا بقى فورس. هتقول لي الاجابه فورس. شايفين اهو امتى اكتف؟ هتقول لي فورس. فورس ده مش داخل انتري، انا عامله بارادتي. السؤال اللي وراه بقى مين الاكسبيراتوري ماسلز؟ تو ماسلز. انت قلت صح. انترنال انتر كوستر. جماعه واحده واحده. يقالت انترنال انتر كوستر. السؤال اللي بعده هو ازاي الانترنال انتركاستا بيعمل اكسبيريشن؟ كده وكده. لا
جماعة بمنتهى البساطة بيحرك الريب فين؟ لفوق ولا لتحت؟ صح اكتبوا دي مو سريع باك وعيدة اللي هي الانترنت انتركاست ما هو بدمه ده جماعة اللي فتح ده في تحت هيحركوا لتحت يحرك الريب مو سريع دونه لما حرك الريب لتحت يبقى المسافة بين التو ريبس قلت ولا لا؟ قلت يبقى البريشر اللي فيها زاد زاد فالهواء يخرج كده سهلة انترنال انتركاست طب رقم اثنين مين تاني اكسبيراتور ماسلز ابدومينال صح ابدومينال ماسلز بيشتغل ازاي؟ بيعمل ايه في الدايفرام؟ صح يطلع الدايفرام لفوق ولما الدايفرام يطلع لفوق ايه اللي هيحصل؟ هتزود البريشر كده يا جماعه معايا يبقى تاني انترنال انتركاستال موف سريع داون الابدومينال ماسلز بيعمل ايه؟ بيمنع او بريفنس ذا دايفرام فروم موفينج داون عارفين الاجابه بمنتهى البساطه كده في اي صعوبه هيسالك السؤال بقى اللي بعده هو الدايفرام ايه اهميته عندنا؟ اكتبوا امبورتنس اوف دايفرام صح هي دي الاجابه اللي احنا عايزينها مش الدايفرام ده اهم من سبيراتري ماسلز؟ اهم من سبيراتري ماسلز يعني مسؤول عن 75% انا عايز النهارده كلمات ليه الدايفرام مهم؟ مسؤول عن 75% طب معلومه قالته من الحبايب والدايفرام سبلاي تمانيه حلو فرينك نيرف والفرينك نيرف ده امتى بيتقطع؟ لما تقطع فوق السبيراتري سيجمنت امتى عارفين امتى يفوز الفرينك نيرف؟ انا عايز كلمه واحده هانجينج عارفين فكره الشنق؟ فكره الشنق لما بيجوا هم طبعا يشنقوا واحد بيحكموا عليه بالاعدام بيلفوا الحبل على السيرفايكال فيرتبري اللي خارج منها الفرانك نيرف اللي هو سبلاي الدايافرام كده انت فقدت كام؟ 75% هتقدر تعيش ل 25% طبعا لا فهتموت فهمتوا قصدي ايه؟ ازاي يا دكتور؟ برضه في حاجه غاليه يعني واللي نازل اكسبيريشن والخط ده بيديز ذا ريسبيراتوري بوز
بوز زي ما بتجيب بالظبط جهاز كاسيت وبتدوس على زرار توقف الصوت. هنا مفيش نفس. هل ده طبيعي فينا كلنا؟ اه. ده نورمال لمده كام؟ سنه. يلا مده كام؟ سنه. حد ملاحظ حاجه من الارقام اللي انا كاتبها؟ اه. ان يا دكتور الهارت بيشتغل 0.8 سكند صح؟ بيبعت للرنج كربون دايكسيد ولا لا؟ بحط السي او 2 دايركت. الهارت بيشتغل في 0.8 سكند بيبعت للرنج كربون دايكسيد اللي هو بيبعت له دي اوكسجينيتد لانج. تصادف مش مشكلة
والكيو ويف لقيناها مثلا دي ولقينا التاني ده مايوكاردال انفاركشن يبقى انت هتوصل اللي بيقرا ان الحاله دي مايوكاردال انفاركشن واحد تاني اختار اتريال فاير ريليشن فهيجي يقول ان العيان ده كان تاكيكارديا تمام مين قصدي ايه هوصلك للمبدا ده هي كل الفكره دي ليها درجات وبتبقى مساعده لكل الطلبه يعني محدش بينقص يكتب تعالوا نكمل يا جماعه موضوعنا عشان ما نتوهش من الفكره الكاردياك سايكل اتفقنا 0.8 سكند الهارت بيبعت لللنج كربون دايكسايد المفروض ان يحصل اكسشينج ما بين CO2 اللي الهارت بيبعته وما بين الاكسجين اللي جوه اللنج اه ولا لا اكسشينج بين الاثنين تصادف ان الهارت بيبعت لك CO2 وانت في ثانيه بتعدي عليه انت في مرحله ايه؟ ريست ريست يعني انت ما بتتنفسي فيها مش هتعدي فينا كلنا؟ طب السي او 2 اللي الهارت بيبعته لللنج وانا دلوقتي مرتاح هيعمل اكستشينج مع مين؟ يبقى مع الريزيدوال فوليوم فاكتبوا ايه اهميه الريزيدوال فوليوم بقى؟ اهميه الريزيدوال فوليوم هقول لكم الطريقه البسيطه ليه كتابه وهقول لكم الكتاب كتبها بطريقه رخمه جدا الطريقه السهله هتكون مينتين كونتينوس اكسشينج انا بحافظ على الاكسشينج المستمر بس خلي بالك ما بين الاكسجين والسي او 2 لو انا قلت له كده في الامتحان وسكت الجمله دي ناقصاها حاجه هو الريزيديوال ده شغال على طول ولا اثناء البوز؟ اثناء البوز اللي هو دي طب هو البوز ده مش بيبقى بين النفس والنفس ولا لا؟ يعني ما بين البرس والتاني فهقول ان بتوين برس ما بين النفس والتاني اللي هي تساوي كلمه ريسبيراتوري ريست اللي هي تساوي البوز. انما دول الثلاث مصطلحات عشان الام سي كيو يعني بوز هي ريست هي ان بتوين برس فيها صعوبه؟ دي الطريقه السهله. الكتاب بقى عمل ايه؟ الكتاب نقلها من جايتو نقل الجملة من جايتو بالمنت طبعا الكلام بتاع المراجع حلو بس المشكلة بتاعته ان اسلوبه العلمي فخم قوي والناس بصراحة مش عايزة الاسلوب الفخم ده بصوا الكتاب بقى كتبها ازاي بطريقة تانية اكتب بقى الكتاب كتبها ازاي منتين نو فلكتويشنز ان سي او 2 ليفلز بس ودي كلمه اللي بتتقال ايه الفرق ما بين المعنيين؟ المعنى الاولاني الناس فهمته ومعنى ثاني ايه المعنى ده؟ بصوا يا جماعه ركزوا معايا ما اي حد جاي خليه يقعد في صمت في بوز بلاش ايه لازم الناس تحلوا بعض يعني مش مشكله وهيقعد هيقعد وهيجي وانتوا بتعملوا ايه وطبعا هيتوه خمس دقايق وبعد كده حاجه يعني هيبقى حاجه بصوا بقى يعني ايه فلكتويشنز؟ فلكتويشنز اكتبوا معناها بالعربي حاجه انكريز اور ديكريز حاجه تزيد او تقل بيسميها تأرجح تذبذب يعني ايه فكره التذبذب؟ بصوا يا جماعه معايا فرضنا ان انا ما عنديش ريزيديوال فوليوم انا دلوقتي ما عنديش ريزيديوال فوليوم والهارت بعت كربون دايوكسيد سي 2 ازيد من السي او 2 اخباره ايه يا جماعه؟ طبعا فكروا معايا انا ما عنديش ريزيديوال فوليوم ودلوقتي في مرحله الريسبيراتوري ريست مش انا بقعد ثانيه في حاله ريست ولا لا؟ الثانيه اللي انا بقعد فيها دي الهارت بيبعت لي كربون دايوكسيد اه ولا لا؟ السي او 2 ده مش هو المفروض يتبادل مع اكسجين جوه ولا لا؟ طب ما اتبادلش وانت في مرحله الريست يبقى السي او 2 انا ببعته لك يا لان نسبته بقت زايده ولا لا؟ زايده ما دام نسبته زايده نسميها ايه؟ فلكتويشنز يعني في حاجه بتتقرب حاجه بتزيد او بتقل مين الحاجه اللي ربنا خلاها في اللنج بتمنع ان السي او 2 نسبته تعلى؟ ريزيديوال صح؟ كل ما السي او 2 يعلى هي مجهزه اكسجين كفايه فيحصل تبادل ما بين الاثنين فاهمين انا قصدي ايه؟ علشان السي او 2 نسبته ما تزيدش يعني نقولها تاني لو انا ما عنديش ريزيديوال فوليوم السي او 2 مش هو رايح لي بتركيز معين للنج المفروض انا عايز اقلله يبقى عايز اعمل ايه؟ اكسشينج انا هدي السي او 2 للالفيولاي وهاخد من الالفيولاي اكسجين في
الكريك كابيلاريز والالفيولاي عاديه. طب لو انا ما عنديش ريزيديوال فوليوم وما عنديش التبادل ده اساسا، السي او 2 اللي واصل لللنج في حاجه تتبادل معاه؟ لا، فهيفضل نسبته زي ما جاي صح، النسبه العاليه بتاعته مش هيوصل لي بنسبه معينه بكونسنتريشن معين، انا ما عملتلوش اي تغيير، يبقى نسبته هتبقى ايه دلوقتي؟ زايده. انا عايز امنع الزياده دي انها تحصل، يبقى عايز اعمل اكس اتشينج، فاهمين قصدي ايه؟ تبادل. فالكتاب قصده ايه؟ يعني ايه مينتين نو فلكتويشنز؟ بنحافظ على منع زياده مين؟ السي او 2 ليفل. استقي البوز عشان انا موجود، فهمتوا قصدي؟ يا جماعه معايا؟ السنه اللي فاتت كنت براقب على واحد في اخر السنه، بصوا بقى معاناه الطلبه، في طلبه ما بتعرفش تتصرف ودي حقيقه، وفي طلبه اذكيه وبتعرف تتصرف. في واحد مش شايف فلكتويشنز، قال مينتين كونتينوس اكستشينج، مش هي نفس المعنى؟ وخلصنا ان بتوين بريس، المعنى فهم. واحد بقى كتب ايه؟ مينتين نو، في ناس بنذاكر عارفين بالحرف نو ايه بقى؟ كتب كده، كتب في الامتحان نو فلك وقعد ساكت. طبعا انا الرايه مش فنانه، بنعدي. فلقيته ايه؟ اراقب وارجع واعدي 10 دقايق ربع ساعه وهو لسه، لقيته متضايق ومتوتر عمال يشوشوش نفسه، فلك 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 فلك. انا قلت اريحه من عذاب ضمير، قلت له تويشنز خلاص. ايه يا دكتور؟ قلت له اسمها فلكتويشنز. ايه؟ اسمها فلكتويشنز وريح نفسك. طبعا هو شدني اكتر، قال لي هو تويشنز دي تتكتب ازاي؟ قلت له تي يو اي تي اي او ان اس، قلت اغششه. ايه يعني؟ ما هو اساسا هو ضايع. طب وليه انا عذب نفسي؟ مينتين كونتينوس اكستشينج، نزلت اكستشينج بقى عيط خلاص. هنقولها ازاي؟ يعني بعد اكس هنقول ايه؟ مفيش غيرها، مفيش بديل. وانتوا معايا اتصرف. يعني كلمة انت علميا مش فاكرها قوي، حط البديل واللي هتعبر عليه صح، لان يعني مفيش نموذج اجابة. يا جماعة مفيش نموذج اجابة. نموذج الاجابة بتاع ثانوي عارفين، بتاع زمان ساعات يتحاكوا على الصدمة، يقولوا لهم احنا عاملين موديل انسر، عارفين نجيبه من الكتاب. الموديل انسر فعلا بيتعمل وبيتحط ويتعلق على الدولاب، عارفين الرف اللي هو الاوضه اللي بيقعد فيها الدكاتره ويصلحها، ولا يوجد بني ادم بيقراها. لان عندنا لما استاذ كبير تقول له بص دي الموديل انسر اللي انت هتصلح على اساسها، هو بيصلح معلومه علميه، فهمتوا قصدي؟ يبقى خلصنا من دي. يلا اكتبوا السؤال اللي بعده، فايتال بس. النهارده انتوا مش هتقعدوا كتير، هتقعدوا مده قليله علشان خلاص انتوا عرفتوا الموضوع اساسا الاسبوع اللي فات. بس انا هركز على حتت معينه. فايتال كاباسيتي، هو ايه فايتال كاباسيتي يا جماعه؟ ديب انسبيريشن فولود باي ديب اكسبيريشن. انتوا فاكرين؟ كانت الدكتوره في السكشن جابت حد من الولاد واكيد حاطط الخرطوم في بقه وقالت له لازم تتنفس، وكان هو بيعمل ايه؟ بصوا افكركم كان بيعمل ايه كده؟ ديب انسبيريشن وراه ديب اكسبيريشن. فين بقى السؤال اللي في الشفوي؟ هم ليه سموها فايتال؟ يلا سموها فايتال ليه؟ يلا يا جماعه مش اسمها فايتال بس، سموها فايتال ليه؟ عشان فيها طاقه حيويه. بصوا بقى يا جماعه، فايتال بيكتبوا فور كوز، اربع اسباب. على فكره اللي زمانكم قالوه صح مش غلط، بس احنا هنبني بقى عليه. هو حيوي ده معناه ان انا بطمن على اربع حاجات في جسمي. اكتبوا بقى الاربعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه، ما لهمش خامس. أربع نقط. بصوا بقى، أول حاجة اطمنت عليك إن اللنج عندك سليمة ولا لأ؟ أنت هتقول بصوا يا جماعة هعيشكم في الحوار بتاع الشفوي عشان أنتوا لازم تتدربوا على الفكرة. ماشي يا جماعة أنا نسيت أجيب العيال. على فكرة دي أساسا يعني طبعا كلهم ياخدوا فيها درجات كاملة. ينفع أجيب المية؟ ينفع أجيب المية بس؟ حتى لو حتى الحالة لا هي مش حالة. حالة باور على زي المحاضرة لما استعرضوا في حالة باور بوينت لا مش حالة، حالة مش بني آدم. وعلى فكرة الكلام ده يا جماعة أساسا بيتنقل من الكتب. هقفل
اللي انت هقول لكم افشل انجحت بس ايوه بس ايه الاخر عشان انا عارف لا الناس هتدور ولا الناس عارفه وماشي وتفكر هم عارفين ان انا هقول عندي حصاله بص الفكره بمنتهى الحصاله يا جماعه كتب ركزوا معايا كتب المعادله اللي بتتباع في اي مكتبه او من على النت قول له انا عايز كتب بتاعت عارفين يو اس ام بي اللي هي بتاعت الامريكا بورد في بارت 1 وبارت 2 كده كتب دي اللي هي المعادله اللي بيبقى فيها جزء منها فيسيولوجي وجزء منها اناتومي عارفين بيجي حاجه اسمها انتجريشن يعني انتجريشن اسالك في كذا ماده او كذا فرع بيخدم موضوع واحد هتجيب اليو اس ام بي ده العادي او من على النت عادي ممكن تعمل داونلود او بي دي اف او زي ما انت عايز وهتيجي تختار تمسك على الارسم اي ارسم هتلاقي هم عاملين حاجه اسمها كيس ستادي الكلام ده موجود هما بيدربوا الناس اللي بره بطريقه غير النظام العقيم اللي في مصر هجيب لك حاله والحاله دي عارفين افكرك اقول لك حصل كذا وبقت كذا والحاله دي تشخيصها ايه طب وهنعالجها بايه ولو عالجناها بده يحصل عارفين ده ام اس كي هما طريقتهم مبنيه على الفكر فانت هتجيب الكيس دي عادي وهتيجي تكتبها لو انت نزلتها من على النت بي دي اف هتعملها كوبي وبيس حطها على باور بوينت ويبقى كانك حطيتها فيها اي صعوبه نكتب الريفرنس لا ما هو دي المفروض تحت خمس دقايق لا ما هو اللي كانوا بيها احنا كده قلنا هنطمن على اربع حاجات طب اعمل ايه بعد كده احنا قلنا هنجيبها منين ما ننقلها ازاي خالص لا بص يا جماعه اول حاجه اللنج اكتبوا لي لنج الاستيستي يعني ايه لنج الاستيستي هو انت عشان تعمل انسبيريشن اسالكم سؤال انتوا عارفينه ربنا يستر اللنج توسع في بدايه الانسبيريشن ولا توسع في نهايه حلو لان في ناس كان فاهم المعلومه غلط ان اللنج بتوسع في بدايه الانسبيريشن لا هي اللنج في الاول بتحاول تصغر وتبعد عن التشست وول في البدايه تخيلوا انا اللنج وانتم التشست وول كل ما ابعد عنكم اكتر ركزوا بقى معايا المسافه اللي ما بيننا نسيت ولا لا المسافه اللي ما بيننا مش هي البلورال سبيس كل ما البلورال سبيس زادت يبقى الضغط اللي فيها برضه قل طب الضغط بتاع الدور قل حلو اللنج حواليها ضغط قليل دوره اللنج دي جواها الفيولاي الفيولاي حواليها ضغط قليل يبقى الفيولاي تعمل ايه؟ توسع وهزيد مش انا حواليها ضغط قليل يعني مش هيبقى تضغط عليا اوسع دكتور انت عايز توصل ايه؟ عايز اوصل لما تحب تاخد نفس عميق لازم اللنج تحاول تصغر اكتر واكتر صح فاسميها لنج